نرحب اليوم بسامية، بسامية حلبي الفنانة والمعلمة والإنسانة المعطاءة والصديقة المخلصة التي آمنت في رؤيتنا منذ البداية ومسيرتنا وعاصرت مسيرتنا. كانت من أول من عرض في دارة الفنون وأكثر كمان. استعنت بخبرتها الواسعة عندما أنشأنا مكتبتنا الفنية والتي أصبحت أول مكتبة متخصصة في الفن في الأردن. فقد كانت سامية قد درست في جامعة ييل لمدة 10 سنين وخبرتها بالفعل واسعة. كنا نمضي أيام طويلة في نيويورك نختار الكتب في المكتبات ونختار الكتب القيمة والأساسية في تاريخ الفن وأصوله من الغرب إلى الشرق إلى جنوب العالم لتوفر مكتبتنا ما يحتاجه الباحث والتلميذ والقارئ من مواد أساسية للمعرفة والتنور. وفي غيابي كانت تواصل سامية اختيار الكتب وتبعتها وترسلها إلي. في احتفالاتنا هذا العام بعيدنا 30 استوحينا من قصيدة محمود درويش إلى شاعر الشاب الحقيقة سوداء فأكتب عليها من ضوء السراب. وأقمنا 3 معارض شارك فيها أكثر من 60 فنانا، وفي هذا المعرض بالذات 23 فنان من تلاميذ الجامعة الأردنية. وتعبيرا عن أهمية التراكم والتواصل بين جيل وآخر غنت السوبرانو تانيا ناصر وابنة أخيها مريم تماري من شعر جبر إبراهيم جبرة، واستعادت ذكريات أول حفل موسيقي أقمناه في موقعنا الأثري عند افتتاح أول مبنى من مباني دارة الفنون في 93 من القرن الماضي. واليوم تكتمل احتفالاتنا بوجود سامية حلبي معنا هنا. ستروي لنا قصة كفاحها ونجاحها في عالم الفن. أتمنى أن يستفيد الفنان الشاب والحضور من ترجمتها ويستوحوا من كلامها. فأهلا وسهلا. شكرا سبا. طالعني الصوت. شكرا. وأنا بدي أحكي. أنا بركن لازم دايمولا غير بدي أحكي بالعربي ولو إنه عربيات مش حلوين زي سؤال، بتمنى يكونوا أحلى. وبركن بس بتساعدوني شوي بدي أحكي بالفلسطيني الدارج القدسي. فأولا بدي أعمل تحليل بسيط عن ماهية اللوحة، وبدي بسيط بسيط، وبدي بعدين بدي أوضح كيف أثرت علي اللوحة الإسلامية العربية. لأن أنتم بركن ما بتفهموا ما بتحسوا في رنة مش هيك؟ سوري أبعد عني. تسمعوا؟ بركن لازم تكون قدام. سامعين منيح؟ أحسن إيه. فأولاً بدي أوضح إنه الرسم أساس الرسم الأشياء اللي منشوفها بعينينا، أشياء بصرية. وفي أنواع الفن، وفي ناس كتير بفكروا إنه الرسم لازم يكون توضيح لكلمات، وهذا الفن المفهوم مفاهيمي نسيت أي واحد conceptual. كتير من المقيمين والنقاد اللي بفكروا إنه اللوحة مبنية على مفهوم بدا بالكلمات. لما تفكروا بايش في مخنا كبني ادم، ايش بيبدا بمخنا، كيف بيبدوا الافكار، ما بيبدوا ككلمات. بعدين بنرتب الكلمات، بنطورهم، وبنعمل قاموس، وبصير عندنا اتفاقيه اجتماعيه عن معنى الكلمات. بعدين بيقولوا هدول لازم نترجم للكلمات لاشي بصري. وجهة نظري غير شكل تمام. أنا وجهة نظري إنه اللوحة بتبدأ
من أفكار بصرية. بداية الأفكار هي بصرية، هي الأشياء اللي بتشوفها عينينا، ومع مرور الوقت بترتبهم بمخنا، ممارستنا بالحياة بترتب الأفكار، بنصير نعرف كيف نمشي وفين في إشي غميق رح نوقع، ننزل هالدرجة رح نوقع إلى آخره. بعدين هلا بدي أغير الموضوع شوية، إنه عم بحكي إنه أعمالي مبنيين على الفكر البصري اللي المخزون الموجود بمخنا عن كل الأشياء اللي شفناها بالحياة. وأنتوا عايشين أيام طويلة كمان مثلي، لكن مش قدي، بس عايشين وعم بتشوفوا أشياء كتير، وكمان مخكم مخزون واسع واسع. ولما تشوفوا لوحة تجريدية بدكم تركنوا حالكم. أول ما بصير إنه بتشوفوا إشي إن بتحبوه لازم تقولوا هذا جميل، وأنا عندي ثقة بنفسي إنه بفكر هذا جميل. خلص بديش ولا تفسير من حد إنه جميل لأنه هيك أو متأثر من هيك. إنه تجربتكم كبني آدمين بالحياة أهميتها إنكم تقولوا أنا إشي هذا بحبه، مع مرور الوقت لكن بتضطروا تحبوه، لكن بتحبوه أكتر. هذا أول نقطة، إنه حبيتوا الإشي البصر اللي شفتوه. ليش بتحبوه؟ لأنكم شايفين إشي مثله بحياتكم من قبل. فإيش بيصير بيني وبينكم؟ بيصير ملتقى باللوحة. أنا شايفة إشي أنتوا شايفينه، وهي عملت كلمة بصرية بيني وبينكم، إنه صرنا هذا الملتقى هو الفكر البصري اللي هو اللوحة. هذه هي محتوى اللوحة، هذه قلب اللوحة. بعدين في من ممارستي إنه في ناس كتير ما بيشوفوا التاريخ العربي بأعمالي، لأنه أنا عم بستعمل بتأثر وبدرس اللوحة العربية الإسلامية وبتأثر علي كتير. بدرسها من عدة نواحي. أول في التناسق اللي بنسميه بالإنجليزي symmetry، أثر على أعمالي بأوائل السبعينات، بس مش رح أفرجيكم لوحات من هذوك الأيام، رح أبدأ من الثمانينات. الثمانينات بديت أول مرة، أول شيء قضيت 3 سنين أو سنتين حسيت حالي ضايعة مش عارفة إيش أرسم. فأول ما تذكرت العمارة الفظيعة الفلسطينية قبة الصخرة، تذكرت إنه شفت أشياء داخلها وبرزيتها اللي كانوا مأثرين علي كتير كتير، حسستهم إشي جميل فظيع. فبديت أستعملهم كأساس لأفكاري الجديدة. وهدول اللوحتين أنتوا سوري لو أنكم تدفل قدماني وتدفل وراني، سوري في حد بيقدر يعمل هيك؟ شكرا. فشفت أنا هلأ بفرجيكم الصورة، شفت اللوحة إنه قررت إنه بقدر أعمل اللوحة بذات الطريقة إنه المستطيل، لأنه الرسم العربي يخرج أحسن هيك؟ المستطيل أو المربع، يعني حدود اللوحة العربية بتأثر كتير على المحتوى، والتنسيق الموجود داخلها هو علم وإله موديول إيش بالعربي أسفه، إنه في جزء هندسي اللي هو بيعيدوا جنب بعض. فهدول الأفكار تدخل بكيف المستطيل راح يأخذ جزء من التنسيق. فأنا أخذت المستطيل هون بتشوفوا، فعملت زوايا داخلين من الخطوط، داخلين طالعين من المستطيل، وبعدين الأشكال اللي طلعت عبيتهم ملامس بذات الطريقة زي ال 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 شو سميتو؟ سوري إنلي معشق التعشيق، لما حطوا رخام جنب رخام، ألوان الرخام، إنه هذا بذات الطريقة كان الملمس هذا الحجم جنب هذا الشكل جنب بعض، بدل ما أعمل تضليل. كنت أعمل كتير تضليل، فوقفت التضليل ورجعت لل آه
قبل شيء سنتين طلب مني شخص انه اعمل رسمه توضح توقف كرمز عن القدس، فقررت انه هذا الروح القدس اللي انا بشوفه دائما، فهذا بده يكون القدس بالنسبه لي. عملتها كطبي، انا كنت اعمل طبي يعني سفير وألونه كتير بالأصول، فعملتها هيك أصفر على الأزرق. سوري أنا شوية نرفس مش عم بعمله مزبوط. فعلى اليمين بتشوفوا لوحة اللي شفتها خارج قبة الصخرة، فهذه طولها شي مترين ونص وبركن عرضه شوي أكثر من متر، يعني كتير كبيرة، وهي أثرت على هدول اللوحات الجنبة. اللوحة الجنبة اسمها أحمر بالعتمة، وأنا حاطة التاريخ غلط لأنه شفت صورة لقبة الصخرة، والرسم اللي على الخارج كان غير شكل، فهي تاريخها لابد من 1950 إشي هيك. والبينتينج اسمها Red and Darkness. أي سنة؟ 82 80 79 كانت السنة اللي تعذبت فيها، وهذه كانت البداية، وهذه أول من أول اللوحات اللي أجت سها وشفتهم وحبتهم وصرنا أصحاب من وراها. أنا بتذكر أول ما جيت لدارة الفنون كنت مع منى سعودي، منى قالت ليش ما تفرجيش سلايدات تبعونك لدارة الفنون؟ قلت لها طيب، كنتش مستقبلة راح يصير إشي. كان في منى دي تشتغل هوني، قدمت الصور لمنى، ولا ثاني يوم تحكيني انه سهى انه انا صرت في تكون معرض اشتراك وانا بالمعرض، فتفاجئت. هذا اول بدايه حياتي الفنيه بالبلاد العربيه كان داره الفنون. كنت احسب داره الفنون كانه بيتي، اجي كل ما اجي لعمان ادخل اشوف سهان تحدث، وهي لما شافت هذول لقيت انها كانت تجي لنيويورك. نشوف المره انت غلطش، وهذه اللوحه شافتها بنيويورك، اول لوحه بعتها بسعر عادي، كان شو اجت لنيويورك. قعدنا جنب بعض بالمرسم تبعي، طلعنا عليها، هذه حملتني شي 10 سنين لأكملها، كانت قاعدة بالمرسم أتحدث مع ناس كل الوقت، يجوا كل ما يجي حد عندي نقعد نتحدث عن هاي اللوحة. اللوحة هاي كتير مهمة بحياتي كفنانة، لأنه بدايتها كانت كنت أفكر بالأشياء اللي البصرية اللي أشوفها، لقيت حالي إنه كتير تأثرت من ورق الخريف لما كنت بنيو هيفن بكونتيكت. ألم الورق أحطه بكبين، كل الكتب تبعوني تملوا ورق خريف، كبستهم بكل الكتب تقريبا، كل كتاب صار كثير أنصح من أصوله، وقت شوف أطلع وأرسم وأقصصهم مربعات، أشوف ممكن أطلع لوحة من كل هالجمال. ما قدرتش، كل ما اعمل لوحه اقص مربعات وارسمها وكل ما يطلع شيء بايدي ابدا، يعني يطلع شيء بس مش هالقد جميل. بقول الورقه هذه كثير جميله، ليش الورقه هالقد جميله بس اللوحه مش حلوه؟ شو القصه؟ فكرت اخيرا قررت انه لانه الورقه ربيت عاشت، وانه هيئتها تاريخ كيف كانت حياتها. ف شكرا. فقررت انه ان بدي لوحه تكون حلوه مثل الاشياء بشوفها بالطبيعه، اللوحه لازم تعيش، يكون لها نمو. فبديت افكر بالموضوع، بديت افكر كيف بدي اعمل لوحه بهذه الطريقه. فبديت اطلع، اول اشي درست الورق الخريف وشوف كيف هو بيشبه خاطئ مدينه، بعدين فكرت في قوانين بالطبيعه، قوانين اللي هي عامه بتحكم اشياء عديده، فقلت لازم اعمل لي قانون، واخذ قانون اللي هو يعني جاي طالع من الطبيعه واشوف استعمله. فمثلا
كنت أعمل مساحة وأحط خط فيها وأخلي الخط يقصه وبعدين أرسمه كمان مرة إلى مساحتين وهيك يعني حتى اللوحة تصير فيها كثافة إنه عايشة بطريقة ما وبالآخر بتكون بتصير بركن بحصل إلى جمال اللي بشوفه بالطبيعة. بذات الوقت هذه كانت كنت مرات أشوف مسيرات سياسية بنيويورك، ناشطة سياسية بنيويورك، فأحس إنه في إشي بيروح المسيرة الناس اللي عندهم إشي بدهم يحكوه بس ما الإعلام مش سمح لهم يحكوه، ففي هذا النبض فيها، فيها كمان نبض موج البحر. لما كنت بهوائي كان في شط بحر اسمه باوندرز، يجوا الأمواج يخبطوا الأرض، إشي رهيب جدا لما تشوفوا. فإلى هدول الإحساس بذات الوقت كنت أرسمها أحس أنا بجنينة عماني ببحش وبرتب الجنينة وبزرع الزهور وإلى آخره. فهذا اللي اشترته السؤال من نيويورك، قعدنا نتحدث نشوف إيش بصير. رجعت أول كمان مرة، فهدول اللوحات اللي هو من مجموعة دارة الفنون بأواخر الثمانينات قررت إنه بدي أغير، دائماً برسم أشكال هندسية، فجربت أغير أعمل خطوط الثمانينات كانت كان الثمانينات كانوا مهمين من ناحية إنه كنت أعلم بييل يونيفرسيتي وفرقنا عن بعض بطريقة مش هالقد حلوة، وهو يعني بلاش نحكي قصة كتير، فكنت حاسة حالي اللي صار لي حرية، فقررت إنه بديش أعلم أكتر، كفاية علمت كفاية، فجربت أعيش كرسامة بدون تعليم بدون علاقة مع أي مؤسسة أو جامعة إلى آخره. ففي كان حرية فيها. بعد شيء 8 سنين بعد ما تركت التدريس حسيت يا الله إنه الواحد بيقدر يفكر إنه هو بريد جامعة وبريد الأكاديمية، إنه لساتني بفكر لساتني مفكرة وعندي حرية الفكر اللي ما كانش موجود من قبل. فهذا الثمانينات من 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 وراء هذا الإحساس من هدول الإحساسات كان مهم بالنسبة لي. في وسط الثمانينات قررت إنه إن أنا رسامة وأنا عايشة بالوقت الحاضر لازم أستخدم تقنية الوقت الحاضر. فاشتريت رحت لعند أختي كانت مشترية أبل 2 فقلت بدي أعمل برامج عليها وكان في لغة اسمها لوجو وقالت لي إنه هاي معمولة خصوصي للأطفال. طيب سهل بديت أبرمج. بعدين رحت أشتري كمبيوتر حاسوب ولقيت واحدة اسمها أميغا واشتريتها كانت بوول ستريت محل بتعرف ايش وول ستريت واكيد الأميغا ما كانتش مناسبة للاقتصاد فاشتريتها اعطوني اياها برخيص ورحت على البيت وقعدت مع هالكمبيوتر وخلص اتصل كل يوم من الصبح لليل وانا ادرس وابرمج وكثير انبسطت فيها وكنت اعمل البرامج واضحك كانهم شيء يعني اضحك مش كانه اضحك على نكته اضحك انه شيء كثير يفرح. ف هلا بدي افرجيكم واحده منهم. فيش صوت؟ من حق علي ولا you
ضلينا نشتغل على ضليتني ابرمج على الحاسوب لمده شيء 7-8 سنين. بعدين غيرت من الاميجا للبي سي، واللي سمعتوه هذا كان ارتجال مع موسيقيين من امريكا اللي هو كانوا يستعملوا آلات افريقية. جاز. نعم؟ جاز؟ لا، شو سموهن؟ بيركشنس. بس بركي جاز، يعني صوت الجاز حسيت. أنا بفهمش كتير بالموسيقى. كان فكري إنه الكرسامة إنه الشكل والأشياء اللي منشوفها إلى صوت. مرات بيكونوا قدامنا نسمعهم، مرات ورانا نسمعهم بس ما بنشوفهم. فمن هذه الناحية أول البرامج اللي عملتهم كنت أنا أعمل برمج الأصوات، وبعدين قررت إنه أحلى أشتغل مع رسامين. بدي أخلي وقت تسأل سؤالات، فهذه لوحة من التسعينات. قررت إنه كفاية الأشكال الهندسية، بدي بقى أعمل لوحات بس من ضربة الريشة. بس هذا كان أصعب إشي، لأنه كل ما أعمل لوحة تصير هيئتها كأنه منظر طبيعي زي الانتباهي. فأخيراً فهمت إيش لازم أعمل حتى ما تطلعش منظر شجر أو أفق وإشياء من هالنوع. فهذه عن الأشياء اللي بتلتقي مع بعض، كأنه في نهر قاسم عجبتين بتشوفوا اسمه بالإنجليزي cross currents، بتشوفوا موج جاي من شقة أو موج جاي من شقة تانية. وفي تمويج بالعالم كتير، يعني في تمويج بحركة البني آدمين، في تمويج بتشوف الهواء لما يضرب الحشيش، فيه تمويج، في كتير أشياء اللي فيها تمويج. فهاي اللوحة عن أشياء عديدة، وهذا التجريد هو إشي منظر اللي بذكركم إنه في إشي أنتم بتعرفوه بحياتكم وبتشوفوه باللوحة. لكن أنتم بتشوفوا إشي غير شكل عنا أنا فكرت، بهمش. المهم إنه في ملتقى بأفكارنا البصرية. وهذه عملتها بعدين، قلت الشاسي والمربع يعني صعب على التجريد، فقلت بدي أعمل لوحة بدون شاسي بده يكون. فكانت هي شيء 18 و25، بين 18 و25 عمل معلقين كلهم على الجدار. وسميتها فلسطين من نهر الأردن للبحر الأبيض المتوسط، بالإنجليزي from the Jordan River to the Mediterranean Sea. وجربوا ناس يحطوها بكتبهم اللي هو يعني بيدرسوا الآثار وبدهم يعملوا إشي. أنا ما بقبل إنه حد يحط لوحة من لوحاتي بكتب اللي بيوصفوا طبيعة الإنسان، بس فقط اللي بيحكوا عن الفن وعن الرسم. هذه طلعت بعد ما شفت شجرة صغيرة لبلوبة حلوة كتير، خضرة كانت مش صفرة، والشمس عليها قوية ووراها شجر غامق غامق غامق. فبس بينت هالشجرة اللبلوبة كأن طفل عمره 9 سنين، فرسمت هذه اللوحة من وراء هذا المنظر. وهذه قررت إنه بدي هدول الجدد الأعمال. بهالوقت هذا بطلت كتير أفكر بي وأركب أفكاري عن التجريد وعن كل هالأشياء، أكتر إنه صار عندي علم طويل، ممارسة طويلة، فاللي بيجي بيجي. فهذه سميت الشمس لأنه استخدمت بس اللون الأصفر والأزرق. الأصفر والأزرق استعملتهم كتير بحياتي كرسامة. أولاً هو ألوان شفتوهم بقبة الصخرة، ألوان الصحراء هو كمان أصفر وأزرق، والشمس والسماء أصفر وأزرق. فالألوان الأصفر والأزرق كتير مهمين. وهذه عن الشمس اللي طالعة من وراء رتيبة خفيفة، sun through mist. وهذه آخر واحدة بدي أفرجيكم إياها، لا قبل الآخر. هذه طلعت من إنه لما تكونوا رايحين محل التيارة بتنزل للمطار،
بالليل بتشوفوا بمدينة، بتشوفوا البلوكات غامقين غامقين، وبتشوفوا النور بالشوارع بناتهم. وبعدين كمان في باليابان رسوم قديمة فيها غيم، بتشوفوا مناظر كأنكم فوق، كأنكم طائر فوق، بتشوفوها بطريقة فوق، بتكونوا غيوم ملفلفة هيك، كأنكم طائر بتشوفوا البني آدم ومناظر من تحت. فهدول جمعتهم مع بعض وعملت هذه اللوحة إلى عنوان غريب، بس هو عنوان اللي يوضح إيش أنا إيش استعملت لأعمل اللوحة. اسمها نيويورك أفنيوز and Japanese Claws، يعني شوارع بنيويورك وغيوم يابانية. وآخر لوحة لساتها مش خالصة، بدها لسه تخلص. في شوية إلا الترتيب بالجزء التحتاني في الوسط برتبه، بس عمركم شفتوا حد يقول لكم هيك الكراسانة اللي مش خالصة بدها شوية ترتيب؟ بتسامحوني بس أنا على كبر صرت جريئة. فبركن أنتوا بتقولوا لي إيش لازم أعمل فيها، بس هذه كأنه ألوان ألوان ألوان. بس إن بتلاحظوا بتتذكروا أول لوحة كبيرة فرجيتكم إياها عن اللي شفتها عن قبة جدار البران لقبة الصخرة، كانت تربية هيك وهيك وهيك وهيك. فهذا اللي ضل بمخي في هذه اللوحة. وشكرا. إن في سؤالات نعم بعرفش مين أسألك مساء الخير. يعطيك العافية. لوحاتك اللي حطتهم أنا جيت متأخر، بس شوف فيهم ما فيهم ظل. ما فيهم ظل، يعني في أحمر. ظل. شادو. ما لهم شادو. يعني تأخذ طبعة، تأخذ ال projection one side. It doesn't have another dimensions, right؟ لا، فيش البعد الثالث مش موجود. أنا بالبعد الرابع هلا بدي أفسر، مش عم بضحك عليك، أنا بعنيها بكل يعني صراحة، إنه البعد الثالث بيخلي الأشياء تتجمد. تشوف البعد الثالث معناته الكرسي حجمه هالقد، يعني إنه الجدار حجمه هالقد والبني آدم حجمه هالقد مثلا. إن بتحط المنظور والتظليل باللوحة خسرت المناسبات، بالانجليزي خسرت relativity. فاهم علي؟ سوري بالجابانيز كلاب اللي اعطيتها جابانيز كلاب. انا كنت مضيع، فبشوف من فوق في زلاج اسمهم ظل شادو للسقف على الارض. فهذا زين تعبير هي يعني جست ناخذ انت السيرينج وان سايد رايت. لا ان بتحط حجم فوق حجم ثاني بتقدر تقول هذا انه شايف الغيم فوق الارض، بس فوق حجم مش عامله تضليل، مش عامله شادو فيها ابدا. بعرفش اني فهمت سؤالك، بس بركي حد واضح. ايوه تفضل. بدايه شكرا لحضرتك. شكرا. شكرا لك لجهودك. عندي سؤالين. السؤال الاول، كيف بنقيم قيمه لوحه فنيه؟ يعني بشوف لوحات بالملايين مثلا، بس اي واحد بشوف هاي شيء عادي. كيف يتم تقييم اللوحه هاي بالملايين؟ هاي مش السؤال الثاني، شو المدرسه اللي بتنتمي لها لوحاتك؟ أنا حقيقة هذا جواب لهذا كثير مهم، سؤالاتك كثير مهمة. أولاً إن كيف بدك تقيم لوحة؟ هذا موضوع معقد طويل عريض، وحقيقة جواب سهل، إنه مع مرور الوقت عدة الناس اللي بيقولوا هذه حلوة وكثر الناس اللي بيقولوا هذه حلوة، مع مرور الزمن منقيم اللوحة بهاي الطريقة. مش ممكن تلاقي حد يقول لك هلا هذه لوحة فن وهذه مش فن. يعني في ناس بيقولوا لك على اسم، ممكن على اسم زي ديك، ولا على اسم ولا على شيء. انا بقول لك مثلا الانطباعيين كشعوب بالعالم محبوبين، وهذا شيء مهم بالنسبه لي، انه في لهم حب خصوصي من كل الناس.
الناس بيجوا بشوفوه بحبوه. هذا إشي مهم صار تاريخ. هلا انك تروح للفن بفرنسا قبل الانطباعيين ما حدش بحبه، ما حدش مهتم فيه. ففيه إشي جميل. هلا انا ان شاء الله جاوبتك يعني. الإشي في الإشي يلعب دور قيمة اللوحة؟ لا ما بيلعب دور، لأنه الرسام اللي بيعمل رسم حلو كمان مرات بيعمل رسم مش نافع، والرسام المش نافع مرات بيعمل رسم حلوة. بس الرسم معقد، هو موضوع معقد. في رسم اللي هو بحثي يعني ببحث عن لغة الرسم، والرسم له لغة، فيه التقنية وفيه التشكيل وفيه المحتوى. فالتقنية إشي والمحتوى إشي تاني. محتوى المجتمع بيقرره، والتقنية المجتمع بيفضل للرسام هي التقنية اللي ممكن تستعملها. بس التشكيل بيجي من الرسامين، الرسامين بيقرروا عيف التضليل. هذا مش إشي اجتماعي يعني. اللغة تنمى بتعيش وبتكبر وبتتوسع وبتتعقد وبتصير أحسن وأحسن. نقدر نوصف مواضيع، مثلاً تأخذ الرسم المور ما بيوضح أشياء كتير زي هذا التصوير. هذا التصوير ملان معلومات. فمن هاي الناحية في تصوير اللي هو بس حتى يكون زينة للحيط، في تصوير اللي هو مستخدم للمنظور حتى نستخدمه في الإنتاج، في تصوير للأطباء يوضحوا إيش في داخل البني آدم، في تصوير للتعليم، في تصوير لدحو الأطفال، كتب الأطفال، في أنواع وأنواع أنواع التصوير. المهم هو في جزء للتصوير اللي هو بحثي. شو مدرستك الفنية؟ إيه؟ مدرسة الفنية؟ مدرسة الفنية هي التجريب، والتجريب بيطلع من الطبقة العامة، هو ثقافة الثورة الطبقة العامة. وهذا ممكن إشي صعب أوضحه بخمس دقائق، بس إن تنتبه لتاريخ الثورات العمالية. في أول الباريس كوميون كانت ثورة قوية، وهو اللي عملوا المناخ اللي خلى الانطباعيين ينمو ويعيشوا. تلاحظ إنه مواضيعهم كانوا غير شكل عن مواضيع قبل. المواضيع قبل كانوا يمدحوا الطبقة الحاكمة، أجوا الانطباعيين صاروا يحطوا حياة الطبقة المتوسطة وحياة العامل. بعدين في الثورة السوفيتية وقت أجى التجريب الحقيقي، وبعدين في عدة ثورات، الثورة بالمكسيك اللي جابت لنا ريفيرا، وفي ثورة النقابات في أمريكا اللي جابت لنا الانطباعيين التجريبيين. أنا جزء من هذا الشرش يعني. في أنواع وأنواع الرسم، أكيد في رسم متقدم ورسم رجعي. أنا بحسب حالي من هذا الشرش، إنه تاريخي، هذا تاريخي مع الفن العربي الإسلامي اللي هو جزء من عروبتي عن حياتي كفلسطينية وعربية. سوري جاوبت كتير طويل. تفضلي. مرحبا. بدي أسأل إيش كيف كان استقبال الناس لما بلشتي تشتغلي بالكمبيوتر آرت؟ كيف كانت الناس استقبلت وشو كانت ردود أفعالهم؟ وأين أنت من هذا الفن هلأ؟ يعني هل وقفتي أو عم تستمري فيه؟ يعني كيف أثر تجربتك في هذا الموضوع في استمراريتك فيه أو أنه وقفتي عنه؟ وقفت لأنه أول بجاوب آخر جزء من سؤالك. وقفته لأنه الشركات دائماً بدها تحط حدود. هم عاملين برنامج أو حاسوب، وعاملين برودكت يعني، وبدونش الأبل والبي سي وهدول يحكوا مع بعض. فلقيت حدود قاسية، إنه مش قادرة آخذ البرنامج اللي كتبته على الأميجا استعمله بالبي سي. فهالصعوبات، ودائماً بتغيروا الحاسوب، بتحسنوا، كل ما يتحسنوا بيصيروا صعوبات جديدة. هلأ البرنامج اللي كتبته اللي كنت أستعمله ألعب مع الموسيقيين صعب أستخدمه بالوقت الحاضر. فهذا واحد. ثانياً، أول ما بديت بالشغل كان في كنت أروح على محلات عديدة
يكون في ملتقى للرسامين اللي بدوا يشتغلوا مع الكمبيوتر يبرمجوا. كان صعب ألاقي إنه يقبلوني لأني فلسطينية من نوعا ما، وكان في منهم مختصين بالتصميم مش مهتمين بالفن وأفكاري غير شكل عن أفكارهم، هو مهتمين بالأشياء اللي إلى ثلاث أبعاد اللي بده تدور هيك، وأنا كل ما أشوف إشي بلف هيك برفضه بدي البعد الرابع. فلقيته صعب جدا، وأخيرا قلت اللوحة أهم من يعني كمان الكمبيوتر كتير لساتها بدائية مش متقدمة كتير، فاللوحة والألوان الممكنة باللوحة وحجم اللوحة. بس هلأ عم بلاقي إنه في اهتمام بالعمل اللي عملته ب85 و86 بالثمانينات. هلأ في ناس بدوا يقدروا إنه اللي عملته وقته كان مهم، فإن شاء الله يسحق لي إنه أعمل. بس بدي أقول إنه عملت محاضرة هون بأظن كانت 97، كانت تحت بالجنينة، سهرة عزمتنا، أنا كنت مع الموسيقيين اثنين الأجماعي من سود أمريكان، كنا بالشام وأجا واحد منهم هون معي، وعملنا عرض بالدارة 67 وكان حلو كتير. شكرا. شكرا سيد سامي. هذا السؤال بس ضروري تجاوب عليه إذا في إحراج يعني. لا إذا في إحراج مش ضروري تجاوب عليه. رحت زرت متحف رمزي دانلول من 3 أشهر في بيروت، وثلاث طوابع مجموعة يمكن فوق 500 أو 600 لوحة. لما طلعت من المعرض اللوحة الوحيدة اللي ظلت في ذهني هي لوحتك. تقدري تجاوبيني ليش؟ هي وحدة الزرقاء هاي طويلة عريضة بالأزرق مدامة. صعب وصف اللوحات، صعب. كبيرة هي هنا؟ كبيرة نعم، كانت بالسدرة. أظن هذه طلب مني أعيد لوحة، هو طلب لوحة القدس على فكرة، طلب مني لوحة اللي كنت عاملة هاي فلسطين من المي للمي، فطلب مني أعملها كمان مرة، قلت له بدي أعمل فلسطين غير شكل، فلسطين المستقبل، فعملت له هاي اللوحة تحكي عنها. شكرا. جميل جدا. موجود هلا؟ عنده. موجود عندك عربيها؟ لا بالصور اسفه مش موجوده عندي. اي مهندس؟ مرحبا. شكرا عنده. حلو. يعني بس لما الواحد يقدم كلام بده يكون إشي معقول، يعني بديش أزهقكم كمان. ف عندي ويب سايت بس هلا مش مجدد، في ويب سايت مع أيام جاليري، و بجرب مستقبلا أعطي الجوجل درايف تبعي لدارة الفنون إن حد يحب يتفرج على طريقة لوحاتي موجودين فيها. ايش الويب سايت؟ الويب سايت تبع ايام جاليري، ايام جاليري وسامية، وفي واحد من اول الويب سايت اللي بدوا الفنانين يشتغلوا مع بعض، اول ويب سايت للفن كان اسمه art.net. بس فيهوش اشي جديدة كتير فيه، لانه وقفت الشغل فيه. art.net بعدين تعمل /سامية، وبدارة الفنون عندهم أشياء. حقيقة إن بدك تتفرج على لوحات أهون إشي تروح جوجل تكتب اسمي وتكتب إيميجز بيطلع لك أكثر إشي وأريح إشي، بس مش تواريخ وكله مش مرتب. تفضلي. عندي سؤالين.
عندي سؤالين. تفضلي. أول سؤال، مرحلة تأسيسك كفنانة أول ما بدأت في السمع. تعرفي أن تكتب بدون هذه أوضة. أول ما مرحلة تأسيسك كفنانة، أول ما بدأت في السعودية أتعرف حالك كفنانة، هل كنتي تتنقلي من مدرسة لثانية يعني، ولا كنتي عارفة إنه أنتي بدك هذا الستايل تستمر فيه، ولا تعلمتي وجربتي أكثر من ستايل لحد ما لقيتي حالك في ستايل معين أو في طريقة تعبير معينة عن الأشياء، فهل تغيرت أو بقيت ثابتة معك من مرحلة ما تأسستي إلى حد الآن؟ سؤال ثاني، كنت بتحكي عن إنه في نيويورك كان في عنصرية أو شيء من هذا القبيل، فهل العنصرية كانت مؤثرة عليك حتى يعني في ممارستك للفنون وفي إنك تعرضي حالك في نيويورك، ولا ما كان لها أثر كبير في حياتك؟ إلى أثر، بأجاوب الثاني قبل ما أجاوب الأول، في أثر فظيعة كل الأقل قاعد بأمريكا، خصوصي أكثر وأكثر عن السود الأمريكي. والتأثير كان أكثر بشرق أمريكا مما هو كان بالوسط. وخصوصي بالفن بنيويورك، لأنه أكثر يتون صهيوني، عالم الفن بنيويورك صهيوني كتير. وكمان ثانياً أنا لقيت أسهل إنه أشتغل مع متاحف مما أشتغل مع جاليريات. بس يعني المتاحف ببعوش إشي وبلوش إشي كتير، بس صح لي شوية شوية هيك أشياء مع متاحف، فعندي لوحات بمتاحف بأمريكا، بس الجاليريات بنيويورك قليل جداً إنه أعرضت معهم. الجواب الثاني، فكتير في عنصرية أكيد، وهلأ صارت أقوى يعني زادت. إيه؟ زادت العنصرية. زادت كتير، زادت من ناحية فظيعة، إنه على كل حال بدناش نحكي عن السياسة اليوم، بدنا نحكي عن الفن. بديت بس كنت أظني كنت تلميذة فلسطينية، هيك زي بقية التلاميذ الفلسطينية، كتير مفتوحة للأشياء اللي بسمعها، بدي أتعلم. مش مهتمة إنه هو يعرفوني وأعرف حالي عليهم، مهتمة إنه أشوف إيش عندهم. فهيك كان تعليمي إنه، والإشي الحلو كان وقت ما بديت أتعلم بأمريكا، أول ما دخلت الجامعة كانت سنة 51. 51 كان زمان كتير، وكان بعد الأربعينات كان في قوة عملية كتير قوية بأمريكا اللي عملت الاندستريال يونيون، يعني نقابات على أعرفش كيف أترجمها للعربي، بس كانت حركة عملية كتير قوية وكان لها تأثير على المعلمين والرسامين. فأول المعلمين اللي تعلمت معهم إن بيحكوا اللي حكوه وقتها هلأ بحطوهم بالحبس، يعني بدون مجاملة، كانوا كتير يساريين ومفتوحين. والتعليم اللي حصلت عليه كان كتير حلو، خصوصي المدرسة اللي رحت لها كانت خلتني إنه أشتغل وأجيب معاش ومدخول حتى أدرس، يعني أدفع تكاليف دراستي. فكنت أدرس 7 أسابيع وأطلع الشغل 8 أسابيع وأسبوع يكون راحة، فكل السنة إحنا نشتغل وندرس. فبعد 5 سنين من هذه الممارسة والنوع التعليم اللي كان وقته كان إشي حلو كتير، تعلمت منهم كتير. بعدين لما كمان كان وقت التجريب الانطباعي الأمريكي، كانوا المعلمين اللي يجوا للجامعات كانوا يجوا من نيويورك، وأفكارهم غير شكل عن أفكار التعليم بالوقت الحاضر. كان التجريب مهم، وكان الرسم اللي هو فيه نكهة سياسية كتير قوي بهذاك الوقت. فيعني بدي أعطيهم حقهم إنه هذا التعليم أثر علي من ناحية سياسية. بذات الوقت أنا لما صرت دخلت ما بعد الجامعة بديت أفكر بدي أعمل رسم تجريبي، بس المعلمين اللي طلعوا لي كانواش تجريبيين، كانوا بدهم إشي تاني. بس كملت اشتغلت بالتجريب وكملت بالتجريب. بعدين بديت أرسم، قلت لحالي إيش بدي أعمل هلأ، بديت أرسم، تركت المدرسة، بدي أنظف مخي من كل المعلمين وكل اللي تعلمته إيش أصول الرسم.
قلت أصول الرسم العينين، فحطيت لي هالأشياء الطبيعية وبديت أرسمهم. وبعدين السريع صاروا هندسي، صاروا هندسي، صار في نكهة هندسة فيهم. ومن هناك مشيت إلى الأمام، وبعد شيء 10 سنين قررت خلص التضليل والغلط، ومش هو مش تجريد، مش إنه غلط، مش تجريد، ودي أمشي إلى الأمام بالتجريد. فأنت المنظور وأنت التضليل، هاي قصدي. مرحبا أستاذ سامي، كنت أسألك سؤال عن لغة فلسطين من نهر البحر، وهلا كنت بدي أمتنع لأنه مش فاهم لغة فلسطين من نهر البحر. بدي أتسأل عن اسم النهر خارج إطار السياسة. تعرف أحسن إيمة هذه، احكي الطبيعية. أسامة خارج إطار السياسة، الجغرافيا أقوى من التاريخ وأقوى من الأديان. كنت بدي أسأل السؤال اللي هو من نهر البحر. سوري ابدأ السؤال من أول وجديد. سوري. أوكي. والأستاذ قطعني قبلها حتى ما رتبت أفكاري شوي. كنت ماسك الميكروفون. لوحة فلسطين من النهر إلى البحر. أيوه. في ظل الوضع الحالي، خلينا نحكي بالحالة الثقافية في المنطقة. بالحالة الثقافية في المنطقة الآن، واللي هي أحوج الآن إحنا كعرب وفلسطينيين إنه نعطي التسميات المسميات الجغرافية. يعني ما نرجع لموضوع هدريانوس، التسمية اللي هي كانت من أجل الحد تنظيم الحد اليهودي. أنا أذكر السؤال. النهاية الجغرافية للنهر أو القطعة اللي هي الغربية للنهر أو الشرقية للنهر اللي بتنتهي بالصحراء. أعتقد لها اسم مرتبط بالنهر وليس بالسياسة. هي عم تسأل عن اللوحة؟ يعني بسأل عن اللوحة كيف النظر إليها بما أنها بصرية، إنه النهر خلفك ولا شفتيه من فوق؟ لا، قول هذه هي حقيقة بفسرها هيك. أولا هي من ناحية سياسية بدي أوضح إنه أنا فلسطينية، ومش ضروري مش ضروري أعمالي يجوا لفلسطين، إنه أعمالي يروحوا لكل العالم ويكونوا عن تجريد مواضيع تجريدية. بدي أكون بجرب إن بطلع بإيدي أكون من أحسن الفنانين بالعالم إن شاء الله، وأخذ فلسطين معي، هذا همي الأول. بأخذ فلسطين معي، أنا فلسطينية، مش راح حد ينسى إني فلسطينية. فمن ناحية بصرية هي فيها إشي عن جغرافية فلسطين. طيب، فيش نهر وفيش بحر بس في فلسطين. على بتطلع على الشقة اليمينية، من شقة اليمين بتشوف إشي لونه هيك الصحراء والغور، ومش كتير بس في شوية صحراء وغور وألوان. تجي للنص، النص الفلسطاني، بتطلع عليه منيح بتشوف شجر زيتون، وبتشوف بالليل شجر زيتون بالليل، بتشوف توزيع الصخر على جبال، بجبال بير زيت والقدس والى اخره. عم تروح للشمال تبدا تشوف الساحل والالوان بالساحل والزهور والنباتات. فهذا كان المنظر اللي يعني بقدرش اقول لك انا اول ما بديت بدي اعمل فلسطين، بس هيك طلعت الله. هذه هي، إن شاء الله جربتها. لا جربتني، شكراً. بنت إذا قاعدة اطلع على منطقة قريبة من الصرب النبيون شاح أو السباح، بتشوف جبل الشيخ والريوم تحتيه، بتشوف الجليد، جوار الجليد. يعني إذا بكرة بعد بكرة تطلع هنا أصلاً ليش يفتح من الأرض؟ تشوف الغيم، تشوف الجليد.
في أسئلة تانية. أنا talking history when you talk at Tien. I'm sorry. Stop you on that. تسمعني ليش ما تسمع؟ بسمعك مني. What qualification do they ask for when you teach at Yale, when you taught at Yale, at Yale? يعني أنت to be able to work, to teach at Yale, you must have had education to it, to let you be appointed at Yale. So how about your history of education, لما قلت درس بالجامعة, what did you teach at Yale, art? Is it art? علمت الرسم والتصوير يعني اللوحة والرسم وعلمت الطلاب يعني تنصح الطلاب اللي هو graduate students بالطبقة الأعلى علمت كل المحلات بس فن ممارسة الفن مش تاريخ الفن هو عندي ميت الفكرة عن يل ما عندي احترام إلهم هلا بس يعني هو لما تركت إنديانا بعطيكم مثل واحد لما تركت إنديانا كنت أروح للتلاميذ كانوا هيك في ثورة تلميذية أروح أعطيهم أقول لهم يلا نعمل هيك هيك هذا الأسايمنت تبعكم يقولوا لي بدهم يصلحوا شو لك عودت أقول لكم شو رأيكم أقول لهم شو رأيكم شو فكر هذه الأسايمنت بعطيكم إياها صلحوا لي إياها نتحدث ونشتغل مع بعض أول ما رحت لييل بقول لهم شو رأيكم؟ سكوت بدهم بس يكون عندهم علامات عالية إيش ما بدك نعمل؟ فلقيت في فرق كتير يعني التفكير obedience عندهم بعدين بخلال العشر سنين اللي علمت هناك أربع تلاميذ انتحروا من الجزء الفن بهذا أقول لك ما هي الدين ما تبعتوا لكم ليه؟ سؤال تفضل بدي اسال لو ما رحتي لامريكا لو ضليتي بالمنطقه عندنا وين كنتي بتشوفي حالك هلا؟ الله بيعلم اللي كانوا يضلوا يحكوا قدامي انهم بدهم يبعثوني على اوروبا ادرس فما صحيح لي اروح على اوروبا ادرس الله بيعلم بس اكيد بيكون شغلي شوي بتكون الحياه غير شكل والله بعرف ايش بيكون فيه بقدرش اتصور ست سامي شكرا لوجودك معنا الليله شكرا لحضوركم